مرحبا بسيمونير ومرحبا بألف إسبريس لدى هيئة المحامين بسطات. سيد نقي، واش ممكن تحدثوا على الصف المهني تنظيميا من حيث الأداء ديال الجمعية، من حيث الأداء ديال الهيئات؟ واش كاين شي انسجام، ما كاينش انسجام، كاين اختلاف وجهة نظر؟ نحن دائما نبحث عن توحيد الصف، وواهم من يظن بأنه سيشق صف وحدتنا. عينتم بأن ورق داخل البيت الواحد، داخل البيت الواحد قد يقع هناك نفور ما، شنآن ما، خلاف ما، وهذا الظاهرة صحية. الاختلاف في الرأي لا يفسد، الاختلاف في الرأي لا يفسد للموقف أو الاختلاف في القضية لا يفسد الود قضية، هذا أمر محمود، هذا أمر محمود. ولكن في المحطات الكبرى تجدنا على قلب رجل واحد، تجد كلمتنا واحدة. دليلنا في ذلك، دليلنا في ذلك هو أن سيد وزير العدل وفي إطار تدبيره لامتحان الأهلية بعث لجميع السادة النقباء بصفتهم أنهم أعضاء في اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، وأنا واحد منهم، أنا واحد ممن توصل بالبريد عبر البريد المضمون، لأن معاليه وعلى غير العادة لأننا كنا كنتوصلوا بها عن طريق جمعيتنا، فإننا وصلنا بالبريد المضمون من باب التوثيق، أمر جميل مزيان الواحد يضبط صوره. ولكن توصلنا 17 نقيب بهذا الكتاب بأننا أعضاء مشرفين على الامتحان. بعد ذلك يقع مرسوم تعديلي، يتم حذف تحديد حصر العدد في 8 نقباء ظنا أو وهما بأنه قد يشق صفنا أو، فكان الجواب من خلال بيان الجمعية ما قبل الأخير أو بيانها فعلا ما قبل الأخير بأننا لن نحضر للقاء يوم 9 نوفمبر 2022، بمعنى وكان الجواب جماعيا. شو كان موضوع ديال هذا النهار تسعود؟ هذا هو الترتيب، لأنه امتحان وأدعو لحضور اجتماع السيارات بقاعة الامتحانات لحصر قائمة المترشحين، لأنه غادي نبتوا في النقاط الخلافية وفي هناك وثيقة محتاجة للنقاش ومحتاجة للحسم، هذا هو الموضوع. وبالتالي 17 تدك 8 الذي السادة النقباء الأجلاء المحترمين واهمون، واهمون في المحطات الكبرى نحن نلتحم. صحيح أن لكل منا أسلوبه، صحيح أن لكل منا طريقته، ولكن الغاية والهدف واحد، وهو النضال من أجل ولوج مستنير للعدالة، من أجل مجانية التقاضي، من أجل حماية المكتسبات والحفاظ على الحقوق، وكل يسلك في ذلك داخل إطار المشروعية، داخل إطار القانون. واهم من يظن بأن هيئة كبرى كهيئة المحامين الضاربة البيضاء شقت عصا الطاعة على مجموع المحامين المغرب، بل على العكس، فإنما الأمر يعتبر تسابقا نحو الفضيلة. تسبقني نسبقك في الفضيلة مزيان، تسبقني نسبقك في النضال مزيان، تسبقني نسبقك في من أجل الوصول إلى غاية شريفة ونبيلة مزيان. توحيد الصف أمر محمود وأمر مطلوب، ولكن دائما نشتغل في إطار القانون، في إطار وحدة الصف. حتى التعبيرات المهنية عينتم بأننا في معظم بيانات جمعية هيئة المحامين المغرب تقول بأنها تتمين الوقفات التي تمت هنا، تمنا الوقفة التي دعت إليها هيئة المحامين الضار البيضاء، شاركت فيها مجموعة من الهيئات، شاركت فيها مجموعة من الهيئات من جميع البرلمان أيضا، وقفة أمام البرلمان. العدد لم يكن الحضور من هيئة المحامين الضار البيضاء، صحيح أن هيئة المحامين الضار البيضاء بطريقة أخرى تزعمت المشهد وكانت سباقة إلى هذه الدعوة، ولكن شارك الجميع، بمعنى غير أعطيني وجه نضالي مقبول ضمن المشروعية وحق مكفول دستورا ومكفول قانونا احنا تشارك فيه، ولكن قادم الايام ستكون الوحدات اكثر، لانه القرار الذي اتخذ من قبل مكتب الجمعيه 17 نقيب مؤخرا في اجتماع ان لم تخني الذاكره نهار 10 الخميس اللي فات، القرار كان رسميا نهائيا التوقف الشامل انطلاقا من يوم الاثنين. هذا قرار وطني، هذا قرار وطني، 17 هيئة، 17 محكمة أو ما يفوق عن 17، أكثر من 17 محكمة استئناف، لأنه هناك دوائر فيها أكثر من محكمة استئناف، الكل سيتوقف. ولكن كيف ممكن تكلموا على أن باب الحوار مفتوح وفي نفس الوقت ما يسمى بالتصعيد ديال الجمعية من خلال المحامين؟ شوف، لطالما صبرنا، نفد صبرنا ولكن لم نصعد، نفود صبرنا، ولكن القطعة الشاملة ماشي تصعيد؟ ماشي تصعيد، نقول لك علاش. ومفتوحة أباب، شوف
باب الحوار دائما مفتوح. نحن دعاة حوار، نحن دعاة حوار، متى دعينا له؟ نسطر على هذه النقطة، لأنه من أقفل باب الحوار ماشي إحنا. أنا أتحدث في شق معين، أما فيما يتعلق بمسائل ومعطيات ضريبية ومعطيات كبرى وحقوق مواطن وكذا، نبادر إلى الحوار، ندعو له، ولكن وانت راه غير مفهوم الدارجي، واحد سد عليك الباب وتقول له عافاك حل عليا، افتح عليا، هنا هي النخوة والكرامة، كرامة كرامة المواطن وكرامة. وشوف وراني واحد الكلمة دائما ما فاتئته أرددها، اش تنقول لهم؟ كل هين شعلك والته. المقصود؟ المقصود هو أن وزير العدل المحترم كيدبر بطريقته، نخالف فيها الرأي أو نختلف معه فيها، وهذه بين قوسين الاختلاف معه راه بدا يرتفع إلى حد الخلاف، نختلف معه، ولكن حنا اللي خصنا تكون عندنا حنا موقفنا ندافع عليه طبقا للقانون، وهو كيدافع عليه وكيعتبر راسه طبقا للقانون وخارج المنابر الإعلامية والساحات محليا. لا أخفيكم سرا أنه بالأمس القريب الاتحاد الدولي للمحامين، الاتحاد الدولي للمحامين أصدر رؤية وبيان حول ما يقع. أصبحنا أمام تدويل القدير. هذا هو الآن، شوف نحن لا نسعى إليه. بعد جنيف الآن، بعد جنيف ذكر اتحاد المحامين العرب، الاتحاد الدولي للمحامين أصدر في إطار تقريره عبر مؤتمره الأخير في دكار كيوضح معطيات حول ما يقع ما بين وزارة العدل، والحال أن المسؤول الحكومي كان عليه أن يتذكر خطاب جلالة الملك أو الرسالة الملكية السامية التي وجهها لمؤتمر الاتحاد الدولي المنعقد بفاس، والتي يدعو فيها إلى أن يكون هناك حوارا متبادلا متبادلا وتعاونا ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأشرنا إلى هذا المعطى في بياننا، وهذه رسالة ملكية سامية لمؤتمر. أولا اش كنستشفوا منها؟ نستشفوا قوة المؤتمر وقوة المؤسسة التي هي الاتحاد الدولي للمحامين أن يراسلها جلالة الملك برسالة ملكية وخطاب، وفي هذا المؤتمر بفاس ورسالة لهذه المؤسسة بالضبط، وتقول لها أنه يتعين أن يكون، وهذه سنوات خلت، أربع سنوات إن لم تخني الذاكرة، تقول بأنه يتعين أن يكون هناك حوار. كيجي هذا ما كنلقاهوش على أرض الواقع. واسيدي أنا كمحامي يعتبر في القوة والاندفاع وكذا وكذا، أنا نغلط ونسد الحوار. ما تسدوش أنت مسؤول حكومي، ما تسدوش، لا حق لك في أن تغلق باب الحوار كمسؤول حكومي أي حيث متواجد. طيب أنا مواطن. نزيدك غير هذه وبه، وقبل ما أسمح لي تفضل، الاتحاد محامي العرب أيضا يصدر بيانا في جنيف، كيجي واحد أحد المسؤولين على الروافد المهنية اللي هو الأستاذ الشيخ ويرفع لافتة، إحنا واش هادشي بغيناه؟ لا سيدي راه ما بغيناش، وإنما أكرهنا عليه الضربة الأولى والثانية والثالثة ومنذ البداية، أول خرجة إلا ويكون المحامي حاضرا في أي خرجة إعلامية لمعالي سيد وزير العدل الله يهديه. هل ترون على أن مهنة المحامة مستهدفة من قبل الوزير؟ حضرنا معكم سيد نقيب جواز تلقيح للامتحان الأهلي هذا مؤخرا قبل من مسودة المحاماة، يعني وكأن هناك استهداف للمهنة من قبل محامي زميلكم هذا. شوف قد لا أتحدث عن استهداف، لأنه صعب أن تستهدف الرسالة حيث ما تواجدت، صعب. إحنا لم نكن حويط قصير ولن نكون، نحن حملة رسالة، نحن ندافع عن الحقوق، نحن ندافع عن الحريات، نحن قطاع تخلت عليه الدولة لفائدة الخواص وندافع عنه، وبالتالي صعب أن يتم استهدافنا. إنما الأشجار المثمرة هي التي تسمى بالحجر، وإنما أقول بأنه ما كان يتعين أن تتوالى هذه الضربات، ودليل قوتنا هو أننا صمتنا كثيرا، وإنما كان علينا أن نتحرك، وعطينا فيها إشارات حينما خرج وقال سيد الوزير، وقال بأنني جلست إدارة الضرائب، قلنا وبأي صفة؟ وجلسناه بالرباط، هذه سنة خلت، وتناولنا معه مأدبة عشاء على ضيافته مشكورا، ولكن كرمه لم يكن حاتميا إلى هذا الحد، كرمه في مقاسمتنا وجبة عشاء لم يكن حاتميا إلى الحد الذي أنه يسكت علينا شوية في إطار القانون،
في اطار يسمحوا بالقانون وتقول تجي مباشرا بعد منا وتقول بانه راه حنايا كذا وراه متهربين وراه كذا وكذا وتجي الخرجه الاولى والخرجه الثانيه وبانني ما باننا ما بغيتش نتشاور معاهم في جايه نوبتكم وبانه هناك محاضر في قانون المهنه وبانه استشرت اصدقائي. الله يا ودي يا سيد الوزير، من حسبك من انتقدك على استشاره ومن هذا المنبر؟ انا شوف هاي ما نحدث فيه بشكل داخلي نقول لكم الان سيد الوزير في منبرين وفي احدى الخرجات لاحدى المنابر قال لهم بانهم حسبوني على انني استشرت اصدقائي في قانون مهنه المحاماه. اسمح لي غادي نقفز بك لهذه النقطه وانما غير باش ما نساش. لا هذا محور غادي نتكلموا من حسبه، حنا واخا جايين ليه غير غادي نقول لك باش نبقاو غير في الخرجات ديال السيد الوزير. من حسبه؟ يعطيني نقيب واحد حاسبه، يعطيني محضر واحد، يعطيني تسجيل صوتي واحد، يعطيني خرجنا الى منبر اعلامي واحد وقلنا هذه المسائل، يعطيني بيان واحد وقلنا اسيدي جلس مع من بغيتي حقك، انا تنقول حقك جلس تستشر مع من بغيتي، ما حاسبناكش على هذه. نحن كان نقاشا داخليا فيما بيننا في اطار علاقتنا الداخليه مع رئيسنا، ما كانش عندنا حساب، وانما ما انتقدناه باسلوب لبق هو تسريب المسوده. ما انتقدناه هو غياب المحاضر التي انجزت لمده سنتين او ثلاث سنوات خلت ووصلنا في الاتفاق ديال 98%. هذا هو. اما تاخذ رؤيه وتاخذ المشوره وتخليها داخليا مع الاصدقاء كيف ما قلتي مع ديولك اسيدي ديولك نعمس كاين هذوك راهم ديال القانون، مع ذلك لا يمكن ان اصف اي شخص بانه ديالي لاننا الحمد لله كنا ديال القانون وديال المواطن وديال الشرائع العليا، لاننا حنا كنا من نفخت فينا الروح الا وبد نكونوا مستقلين بهذا، وانما نعتبرهم ولكن لم نحاسب معالي على هذه الملاحظه حتى لا نوهم المواطن باننا نقولوا هذه النقطه، وانما الخلاف الذي يحاول ان يروج هو التعابير ديال انا جيت باش نحمي نحمي حقوق المواطن من المحامين. الله يرحمك. اسمح لي ما تبقاش تقال هذا الشيء، خطاب للمواطن ايضا، نحن حماة الحقوق، نحن اولى بالدفاع عنك، نحن هنا للدفاع عن مصالحك، ما خضنا معركة الضريبة هذه إلا دفاعا عن مصلحتك ليس من أجل دواتنا، لأنك أنت الأول وأنت الآخر. لأنه اسمح لي غادي نوضح هذه مزيان، من يؤدي الضريبة؟ هو المستهلك الأخير، لو ديرني كونسوماتور. من هو المستهلك الأخير؟ هو الزبون، هو اللي كيدخل المحكمة. بمعنى راه حنا راه ممكن ربعوا يدينا وفين ما يجي غير هي كنقولوا الحمل وقيل الحكومة ولا وقيل وزير العدل. اعتمد واحد المثل شعبي وانا عزيز عليا الامثله الشعبيه، تيقول لك اودي الحمل على الجماعه ريش، الا مشيت ونزلت به مباشره على المحامي غادي يكون فيه نقاش في الاخير، غادي يكون فيه نقاش، وانما ارى نوزعوا القضايا وعلى المتقاضي. راه ماشي انا اللي غنخلص، راه ماشي رضوان مفتاح ولا زيد ولا عمرو ولا النقيب الفلاني والمحامي، راه يخلصوا المواطن. ولهذا تدخلنا فيما يتعلق بهذه النقطه ديال الاداء، حتى القضايا التي تم قال لك اودي مزيان غنخليوها حتى الاخر الذي ذا الطبيعه الاجتماعيه فيما يتعلق بحوادث الشغل ونزاعات الشغل مزيان، والقضايا ديال النفقه، ولكن منتوجها النهائي حين عند التنفيذ قابل للتضريب. وانا نقول لك بصريح معك، هذيك الضريبه اللي 20% ولا تخفضات ل 15% مهما قيمتها ولا كانت 10% كاع راه كيؤدي الموكل الاخير ديرني المستهلك الاخير. من اللي غنجي للتنفيذ واحد زيد طردته الشركه تحكم لي بواحد المبلغ حصل التنفيذ ونجي انا في الاخر نحيد له 15% من الشحشومه باي وجه؟ لانه هو اخر من يؤديها. انا غير تنحصل انا جابي، انا وليت في هذه الحاله جابي لفائده اداره الضرائب، بمعنى هذيك 15 ولا 20% اللي غتحيد انا ما غنديهاش. عزيزي المواطن، عزيزي المتقاضي، راني مني خرجت وجيت كمحامي راه من اجلك، راني ماشي انا اللي غنخلصها، راه انت سواء كان الاداء المسبق او كان الاداء النهائي، حتى انت اللي عندك حادثه شغل وعندك نزاع شغل وملي غنجي غنقتطع عليك لانني هذا هو هذه انا غنقتطعه، ولكن ملي نقتطعه يفترض في ان نأديها لاداره الضرائب. هذا امر محسوب، وبالتالي لسنا متهربين ضريبيا ولن نكون ذلك كذلك ولم نكن كذلك. الارقام التي اعطيت اللي تقولنا 9001 لا تعريف ضريبيه لهم فعلا قد يكون هذا الرقم قريب من الصواب، راه ماشي صحيح 100%، ولكن كيف ما قلت لك ملي فتحنا الحوار زدنا 4000. ولكن الان احنا في واحد الحوار، اعطيني الاليات باش يتسجلوا. احنا مع انه كلشي خاصو يكون عنده تعريف ضريبي صادق، ولكن
راه انت راه ما عندوش مكتب، راه نعطيك انا من عطيتك انا هذا الصباح في هيئه المحامين بسطات هذا الصباح درت الاحصائيه ديالي وطالبت الاحصائيات، لقيت بانه من اصل 450 محامي ما بين رسميين ومتمرين ما عنديش اكثر من 230 مكتب، ميتين نصفهم اما في اما مساعد او جوج كيشتغلوا في مكتب واحد في اطار القله الشركاء وقله مساعد والاغلب ومساكنه، وانما الاغلبيه مساعدين. المساعد كيغن خاصو صاحب المكتب يعطيه ترخيص باش يفتح المكتب يفتح الملف سميتو. انا ذاك هو فتح الملف، شوف الصوره سي منير الله يجازيك بخير وغنوضحها لك. شوف الصوره، انا عطيت الزميل اللي مساعد معايا في المكتب عطيته الاذن باش يفتح ملف بسميتو الشخصيه، فتح الملف جاتو اداره الضرائب غادي تلقاه عندها لا تراسابيليتي وهي قايمه بشغلها حنا عارفينهم، غتلقاه غادي تجي غادي دير له التدريب ولا دير له مراجعه ولا دير له اي طبيعه كانت، غيقول لها ودي راه ما عنديش تعريف ضريبه، تقول له ولكن انت شديتي اتعاب، غادي يقول لها ودي انا باغي نصرح هاكي، غتقول له جيب لي عقد كراء وهو مساعد ما عندوش، جيب لي الملكيه وانا كتشتغل في واحد المكتب وهو مساعد، بمعنى هذا اكراه قانوني وكرهنا عليه ماشي حنا في الدار بدا ما يفوق 4000 محامي سيدي اللي كان فليسمح لي زملائي بهيئه محامي الدار البيضاء، لان بغينا ولا كرهنا هي الهيئه الكبرى وهي الهيئه العظمى وهي المحطات الكبرى وهي اللي احنا بدونها تنقولها بدون هيئه محامي الدار البيضاء نحن ضعفاء، شكون واضح لان انا ثلث محامي المغرب وان نكون واقعيين، وبالتالي حينما نستشهد فاننا نستشهد بالقوي، وحينما استشهدت بالقوي تنقول راه عندهم ما يفوق من 4000 محامي او ما يقارب ولا في هذه الحدود راه ما عندوش المكتب. اذا كيفاش بغيتي يكون عنده تعريف ضريبي وهو ما عندوش المكتب وهو مساعد؟ ماذا هيئنا لهؤلاء لهذه النخبه من المحامين؟ ما عندناش التقاعد الا في انظمه خاصه، عندنا التعاضديه التي يحاول الاساءه الان وانهاؤها.